السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم من خلال برنامج الحكم، من خلال تغطيتنا لدوري أبطال آسيا، مباراة الدور النهائي للذهاب ما بين نادي أوراوا الياباني ونادي الهلال السعودي. طبعا بدينا تقريبا أكثر من حوالي 6 أو 7 أشهر من خلال تغطيتنا لدوري أبطال آسيا، وصلنا إلى آخر حلقتين أو آخر الحلقة هذه، ثم حلقة الإياب التي سوف تكون إن شاء الله بتاريخ 26 من خلال هذا من خلال شهر نوفمبر 2017. أهلا وسهلا بكم، وأرحب بأسرة وعائلة برنامج الحكم اللي سوف يرافقوني بإذن الله في هذه الحلقة. لدينا أيضا خبر ممتاز، خبر لا أعرفه صراحة، ما يعني لا أعرف كيف أعبر، ولكن الخبر يقول شخصية قطرية مرموقة ينصب في مكان يليق بالشخصية القطرية. نأخذ فاصل ثم نعود لبداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام مرة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن يتابع برنامج الحكم عبر قناة الدوري والكاس من خلال التغطية لدوري أبطال آسيا، مباراة الذهاب التي جمعت ما بين نادي الهلال السعودي ونادي أوراوا الياباني. أرحب بأسرة عائلة البرنامج، الكابتن محمد الموسوي حكمنا الدولي العماني السابق ومحلل برنامج الحكم، وأحمد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أبو لائل، أمسي عليك وعلى زملائي أبو بدر العزيز وأبو فهد العزيز وعلى جميع اللي خلف هذه الاستوديو يعني، وعلى جميع المشاهدين. أبو فهد مساك الله بالخير. الله يمسك بالنور أبو بلال أنت والمشاهدين وأبو بدر وأبو أحمد. أبو بدر مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أبو بلال، مساء الخير على أبو أحمد أبو فهد والمشاهد الكريم. تحية لشقيقنا وأخونا أبو أحمد بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان، تحية لكل الشعب العماني من الأشقاء في قطر، مبروك يا أبو أحمد، والله إن شاء الله يطول عمر السلطان ودائما يكونون أهل عمان بخير وصحة وعافية إن شاء الله. شكرا لك كابتن أبو بلال العزيز، أنا أحب طبعا أن أهني المقام السامي لمولاي حضرة صاحب الجلالة بيوم المجيد 18 نوفمبر يوم أمس الذي صادف. أتمنى إن شاء الله أن يمد في عمره الصحة والعافية وأن يطيل في عمره، وأتمنى لكم التوفيق دائما والنجاح، وأن نرى جميع المسلمين يدا واحدة إن شاء الله. يا رب، الله المستعان إن شاء الله. عموما مشاهدين الكرام، عندنا مباراة الهلال وراوة، عندنا طبعا طاقم تحكيم بقيادة الأردني أدهم مخادمة وأحمد الرويلي مساعد أول، عيسى عماوي أيضا من الأردن مساعد ثاني، وحكم رابع يوسف إدريس أيضا من الأردن، إضافي أول محمد تغي من سنغافورة، إضافي ثاني كريشنا بيريرا من سريلانكا، ومقيم هذه المباراة زميلنا ومحلل برنامج الحكم عبد الرحمن عبد الخالق أبو طلال، نمسي عليه بالخير ونقول له يعطيك ألف عافية أنت وجميع الطاقم. طبعا أنا أقولها مو بأحكم على الطاقم، ولكن الحكم بيكون إن شاء الله من خلال الحالات. ذكرت في بداية البرنامج ومن خلال العنوان شخصية قطرية، صراحة ماذا أقول؟ ما أقول إلا مبروك لقطر هذه الشخصية القطرية التي
يعني وصل إلى مكان صراحة بجد واجتهاد ومن شابه أباه فما ظلم. ما ظلم نعم. بالضبط. نعم. صحيح. نشوف التقرير الأول ومن ثم نعود. من شابه أباه ما ظلم. طالب بلان أحد أبرز الحكام القطريين على مر التاريخ، صافرة قطرية مدوية محليا وخليجيا ودوليا. هذا الأسطورة التحكيمية إن صح التعبير قدم للتحكيم الكثير، لعل أبرز ما قدمه لقطر ابن بار، حاول بكل جهد أن يكمل مسيرة والده وأن يصل إلى العالمية. هاني طالب بلان ابن الخمسين ربيعا دخل التحكيم سنة 92 و900 و1000، والتاريخ يذكره أن كان في نفس الدفعة مع قناص المنتخب القطري السابق والمذيع الحالي لبرنامج الحكم بدر بلال. عزيمة هاني القوية جعلته يتحصل على الشارة الدولية بعد 6 سنوات، أي سنة 98 و900 و1000، وأدار عدة مباريات دولية. قاضي المستطيل الأخضر اعتزل الصافرة سنة 2004، حبه وشغفه بالتحكيم تواصل بعد الاعتزال، كان ولا زال من أبرز المحاضرين على الصعيد القاري، وبدأ مسيرته كمحاضر آسيوي وكذلك اعتماده كمحاضر بالدوري الإنجليزي موسم 2004 و2000، وفي سنة 2008 و2000 أصبح محاضر بالاتحاد الدولي وكان الأصغر آنذاك. انتخب عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي خلال الفترة المنقضية 2011-2015. تقلد منصب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد القطري سنة 2013 و2000، وفي 2016 و2000 عين نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، وهو أول قطري يتولى هذا المنصب بعد النجاح الكبير الذي حققه في منصب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد القطري والرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر. إصرار الكابتن هاني على الإشعاع يتواصل، ومنذ 7 أشهر عين عضو لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي، منصب قل من يأخذ شرف تقلده. خلال هذه الفترة عرف التحكيم الآسيوي فترة نجاحات كبيرة وازدهار من ناحية الأداء والتكليف في أكبر التظاهرات العالمية ذكورا وإناثا. ثقة الاتحاد الدولي في الطاقات القطرية يتواصل، وتترجم بتعيين الكابتن هاني طالب بلان كنائب لرئيس لجنة التحكيم بالفيفا. هذا المنصب كان حكرا على أوروبا، لكن الحنكة والمستوى والثقة التي وصل إليها الكابتن هاني طالب بلان خاصة في مجال تطوير الحكام بإصداره العديد من الكتب القيمة وإنتاج أول نسخة باللغة العربية لكتاب القانون واعتماده من المجلس التشريعي للفيفا، جعلت منه الأبرز قاريا لتقلد هذا المنصب الهام. تستاهل يا أبو عبد الله، شرفت قطر وشرفت التحكيم الخليجي والعربي والآسيوي، وإلى مزيد من التألق. مفخرة صراحة، نقول مبروك يا أبو عبد الله هذا المنصب، مبروك لقطر، مبروك للرياضة القطرية بكل أمانة. منصب نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو السيد هاني طالب بلان، مبروك يا أبو عبد الله. أبو بدر أو أبو أحمد أو أبو فهد، أبو فهد الأقرب طبعا، أنت عشت مع أبو عبد الله تحكيم، مجال التحكيم بالضبط، يعني شوف شعورك انت اول. ايه شعور صراحه. ايه انا اول ما وصلني الخبر قبل 5 ايام، للامانه اقول لك اياها واقولها على الهواء، اول شيء اكبر تهنئه لدوله قطر
وللخليج وللعرب ولكل إنسان عربي يعز قيمة العروبة في العالم العربي. ما يحتاج، لأن لأول مرة يمسك نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عربي هاني بلان. في أحد مسك قبله؟ جاوبوني. لا 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 ما يبي جاوبوني. لأول مرة، لأول مرة. هذا يكتب مفخرة لدولة قطر ولهاني طالب بلان في المقام الأول، وتحسب لكل واحد ينطق باللغة العربية وينتمي لأي بلد عربي إنه يفتخر بالضبط إنه وصل واحد من أبناء قطر المخلصين في الرياضة إلى منصب نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي. تكلم وين أوروبا؟ وين أمريكا؟ وين الدول ذي؟ هاني برز نفسه اللي هو من دولة، من دولة قطر. وهذا أنا بالنسبة لي أنا فرحان للأمانة ومفتخر، وأنا أرسلته قبل أسبوع أهنيه. فعلا فعلا للأمانة يا أبو، يا أبو بلال من أفضل مفخرة أفتخر فيها كرياضي حكم وصول هاني طالب بلان للمنصب هذا للأمانة. روح روح التحكيم أبو بدر، أنت أكيد كحكم دولي سابق مر عليك أبو عبد الله، بس روح التحكيم ولما يوصل حكم يعني مهم جدا أن يكون عربي بالنسبة لنا إحنا طبعًا. إحنا مو بعنصريين صحيح، ولكن هذه مفخرة طبعًا للعرب والرياضة العربية. يوصل هذا المنصب ليس منصب فقط مجرد منصب، لا، منصب عليه مسؤوليات كثيرة بتكون خاصة في المراحل المتقدمة أو القادمة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا مبروك للعرب، ثانيا مبروك لقطر، ثالثا مبروك للعم الكبير طالب بلان. إيه الله يحفظه إن شاء الله. تشرف في عام 2003 تابعني في تصفيات كأس آسيا في عمان، سلطنة عمان الشقيقة، وأيضا بارككم في اليوم الوطني. العم طالب بلان أعطاني نصايح بعد إدارتي مباريات كوريا الجنوبية وعمان كأحد الأشخاص اللي في لجنة الانضباط في ذاك، أو اللجنة الفنية في ذاك اليوم في البطولة. أنا راح أقول كلام على الهواء، قلت تحت الهواء حق أقول هاني. قول اللي في خاطرك بالعكس. أقول لك شو قلت حق هاني، جاني الخبر وأنا في ألمانيا. مبارك لأبو عبد الله، الأخ هاني بلان صاحب اليد النظيفة لا يصل لهذا المكان المرموق صحيح إلا من كانت يده نظيفة، وهذا الشيء وأنا أتحمل مسؤولية كلامي ينطبق على الأخ هاني طالب بلان أبو عبد الله. صادق صحيح، ينطبق قولا وفعلا وعملا. صادق، الأخ هاني لا يتكلم كثير، زاملته كثير، لا يتكلم كثير وإنما يعمل بصمت، وهذه النتيجة إجمالا الآن ليس التحكيم القطري فقط على المحك، وإنما التحكيم العربي كغرب آسيا هو الآن عليه يريد إيصال الصوت كتحكيم عربي مهمش في الفترة السابقة. الآن تملك باور وتملك ثقل كنائب رئيس الاتحاد الدولي كشخص عربي، كالتحكيم العربي يجب، أو خليجي بصفة عامة أو كغرب آسيا، يجب عليك أنت الآن البروز في الميدان، ومن ثم الدعم الغير محدود. وأنا متأكد تماما وجود الأخ هاني سوف يكون داعم رئيسي للحكام في هذا المحفل. أبو أحمد أنت غريب جدا طبعا من أبو عبد الله. أبو بلال، أبو عبد الله أكثر من أخو وأكثر من صديق وعزيز وأبوه أيضا، ولنا اتصالات دائما وأبدا. أول شيء أحب أن أبارك للأمة العربية كاملا طبعا يمثل العرب بشكل عام، وأبارك لدولة قطر الشقيقة، وأبارك للاتحاد الآسيوي هذا المنصب. طبعا هذا المنصب أيضا هو ما جاء عن طريقه هو الشخصي وبس، أيضا طريق الاتحاد الآسيوي والاتحاد الآسيوي. أيضا أبارك لأخي العزيز الأستاذ أو الكابتن أبو عبد الله العزيز. أنا بس عندي كلمة واحدة أقولها، الرجل المناسب في المكان المناسب. وسبقني الأخ أبو بدر وقال أنه نظيف، وأنا تعاملت مع هذا الرجل لا يحقد على أحد، وإنسان دائما مبتسم ودائما يعني يد نظيفة ولا يميل لهذا ولا هذا، وإنما دائما يعني ينظر للأفضل للأفضل. وأنا التقيت معاه في عدة دورات منها في تور وعلى مستوى الاتحاد الدولي أيضا. أنا طبعا هو كحكم يمكن ما لحق عليه، أنا قبل أخلص من عام كم خلص؟ من 2004 من الجهود والأفكار المتميزة الكتاب اللي هذا. هذا الكتاب طبعا هو يشكر عليه كتاب القانون الطريفي أيضا الاثنين بالضبط، هذه ناس متميزين أيضا. أبو تركي الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، مسى عليه أبو تركي. نعم مسى عليه أينما كان،
هو والاخ ابو عبد الله اتمنى لهم التوفيق. طبعا من الناس الفاهمين يعني حافظين القانون هذا حفظ الان، لو تساله في اي صفحه يمكن يجاوبك الان من كثر ما يعدوا ويشاركوا. فايضا دوراتهم مستمره، هم الاثنين توام في الاتحاد الدولي. الله يوفقهم ان شاء الله، ويوفق ابو عبد الله ويوفق جميع الاخوه الحكام تحت مظله نائب رئيس نادي الحكام الان، وهو من الاتحاد الاسيوي او من العرب بشكل عام. الله يوفقك يا ابو عبد الله، ولك تحيه صراحه من الاسعد الزموري، ولك تحيه من الاسعد الزموري طبعا معد البرنامج، يقول لك مبروك. واكيد بارك لك استاذ شريف خيري مخرج البرنامج، ايضا يبارك للسيد هاني طالب بلان والتحكيم العربي بصفه عامه. وصراحه خلينا اساس ما نبالغ بشكل كبير، بعد راح يكون مؤثر في التحكيم الاوروبي ترى، كونه نائب رئيس لجنه طبعا زين، وصاحب افكار طبعاً من خلال الكتب، من خلال يعني الاشياء الافكار الجديده في التحكيم ولا لا؟ اي بس لا ما تبالغ، انت تقول واقع، انا اقول الصدق. لا لا ما تبالغ، ما تبالغ طبعا، افتخر وارفع راسك ولا تبالغ. اكيد اكيد هاني بلان المنصب اللي وصل له ما وصل له بسهوله، مثل ما قال هاني بلان عنده افكار ممكن ياثر عليها مثل ما تقول صوب اوروبا، ليش لا؟ بالضبط هاني بلان عنده من الخبره والمعلومات والشرح والفهم، انا اقول لك يغطي على اغلب الاوروبيين. الاوروبيين شنو احسن منه؟ ابو فهد عاصر، هو عاصر الان، الاول كان اللي هو خوسيه ماريا اللي هو مدير الاداره الفنيه، فاحنا ما نبالغ يعني عاصر في الفتره هذه. لا انا ما اقول مبالغه، هذا بشكل عام هذه بتبان. والدليل يمكن احنا اقرب، انا غريب جدا من الاتحاد الاسيوي من خلال لجنه الحكام عن طريق مدير الدائره السيد شمسول ونائب رئيس اللجنه اللي هو السيد هاني طالب بلان، واعضاء اللجنه منهم عبد الرحمن عبد الخالق ابو طلال اللي معانا كمحلل ابو تركي. نشوف افعالهم خلال الثلاث سنوات، والدليل نتائج دخول الافكار الجديده احمد الكاف ادهم مخادمه. نعم ما شاء الله. نعم الحكم اللي كان امس اللي حكم بريرا وبريرا بريرا ومحمد تقي، هذه افكار جديده بتشوف بعد ان شاء الله صح ولا لا؟ نعم. وهذه هاي احنا لمسناها طبعا. عموما خلونا نروح لمباراه الهلال وراوة من خلال التحليل، ونبدي مع الشباب والله يعينهم. امين. في لقطات انا ما ادري، في لقطات جابوها انا سمعت، وفي لقطات يقولون ما جابوها. إذن شفنا طاقم التحكيم. قبل لا أتكلم عن أدهم مخادمة، ما أدري عندك فكرة أبو أحمد، عطني السيرة الذاتية عن أدهم مخادمة. أدهم مخادمة طبعا هو من الحكام الدوليين اللي دخلوا التحكيم عام 2013. حلو. طبعا حكم 46 مباراة دولية على جميع المستويات. حلو. هو أظني أنا أرى أنه بخيل في البطاقات الحمراء في ركلات الجزاء بس، لأنه أصدر 147 بطاقة صفراء. حلو. خمس بطاقات حمراء فيها 147 مباراة. ما شاء الله. وعطى أربع ركلات جزاء. حلو. هذا مستوى الدولي كامل. أوكي. أما بالمستوى أدار عمره 30 سنة طبعا معروف، هو أدار سبع مباريات تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا. الحين بيقول أبو فهد بيقول بدر أنا متفاهمين. لا والله واضح. 17 17 صفراء لا بطاقة. أنا جايب إحصائية عن الرجل. شو أنا أحفظها؟ يا عمي معطينك معلومات أكل ورقة جاهزة. والله ما أخذ الكمبيوتر. أبو فهد. بس عدل. حتى والله لا كلمني ابو بلال ولا تكلم والله ولا شطاره منك هاي. نعم مو شطاره، هذا هاي الحداه هذا المحل الناجح. ها طبعا لا بطاقه ولا ركله جزاء في التصفيات. حلو. طبعا ادار ثمان مباريات في ابطال اسيا قبل مباراه امس. اوكي. قبل النهائي اللي هي اعطى 19 صفراء ولا حمراء ولا ركله جزاء. تمام. بالمباراه الامس التاسعه كان ابو فهد والله ما شاء الله تركيبه عطني قال الزبده. انا بعطيك كلمتين، حكم يبشر بالخير، حكم من اول ما شفته في دوري الشباب عندنا في البطوله اللي صارت في قطر ساعدني عليها المنتخبات 23 تحت 23 قلت لك على الهواء هذا الحكم افضل من حكام اوروبا على مستوى اللي شفته، طول مستوى لياقه تمركز غرب مثل ما قال ابو احمد يعيب الشيء لازم نتعلم عليه، الغارات الاداريه في عنده ضعف بسيط فيها
ضعف بسيط مش واجد. يعني القرارات الإدارية هذه محتاجة كابتن تكون دقيق فيها، تميز بين التهور والمغلطة بس، ولا هو حكم مستقبلك. خلص خلص أهم خادمة الآن أنت على المحك. مدير إداء التحكيم في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ علي الطريفي عضو. مدير الدائرة سيد علي الطريفي مالك عذر يا أدهم. بالضبط. عمرك صغير، الإمكانيات البدنية والفنية ممتازة وأكثر من ممتازة. الآن أنت قدمت نفسك في مباراة الهلال وأوراوا. هاي اللي عندك عنه؟ لا صغير في السن. تمام. وأوعدك إن شاء الله تعالى يقول لك بعد قال استمريت على هذا المستوى سوف نراك 2022 في قطر. تمام. عليك برنامج الحكم كان برنامج الحكم قبل 4 سنوات كنا متواجدين في دبي، كان هناك سيمينار لحكام النخبة. صحيح. من اكتشافات برنامج الحكم بكل أمانة، هنتكلم بكل أمانة، ما نزكي حد ولا نجامل، هذا واقع. هذا واقع، هذا الواقع والكلام مسجل بعد، اللي هو أدهم مخادمة. وبصراحة خليني أقول معلومة، حكم الدولي الإماراتي السابق علي حمد كان موجود في السيمينار كمراقب، على اعتبار أن المحاضرات والعملي التطبيق العملي والنظري كنا جالسين ونتحدث. فأقول له أقول له أقول له شنو ما شاء الله عليه هذا الحكم علي حمد موجود حي. لا صدق. زين مساك الله بالخير يا أبو حمد، تقابلنا في ماليزيا من 4 أيام. ما شاء الله. فأقول له أقول له ما شاء الله شنو هاي الحكم؟ قال لي أبو بلال، قال لي هذا الحكم إذا شق طريق واهتموا فيه المسؤولين، ها؟ قال لي يوصل نهائي كأس العالم، وقسم بالله. لا صح. قال لي واضح أنه من أفضل ها الحكام المتواجدين الجدد. هذا الكلام من 4 سنوات. صحيح. هذا اللي احنا قلنا ما عنده عذر الحين. فهذه الحقيقة. لسعد إذا يقول لك، لسعد يقول لك عندك إضافة أبو فهد عن أدهم خلاص ما قصروا الشباب وأحمد وبهدر كلكم ما قصروا. وأنت كمان ما قصر. إحنا مثل ما قال أبو بلا تكلم عنه أول ما برز عندنا من 4 سنوات شفت. بس في لغطات جبتوها وفي لغطات ما جبتوها. أنا خلني على اللغطات اللي جبتوها الحين نشوف. الدقيقة 33 ثانية. أبو أحمد تفضل. نشوف خطأ وانذار لاعب الهلال 30 ثانية. طبعا هو هني أنا أقول لك الإدارة الممتازة في بداية مباراة بإشار هذه البطاقة الصفراء، نلاحظ الخطأ. طبعا الخطأ القرار الخطأ صحيح موجود، هل البطاقة صفراء أو ترتقي أنا معاه تبتهور، ولو راح للبطاقة الحمراء أنا معاه. بس أنا أقول كإدارة ومسك للمباراة القرار صحيح من الحكم وبرافو عليك. شلون شلون القرار صحيح؟ اداره ومسك المباراه، لانك انت لما تمسك المباراه من اول من اول يعني الان هذا ممكن يجيك حكم ويعطيك انذار. لا 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 لا, لا 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 احنا نتكلم عن الحاله اللي حصلت. اوكي احنا نتكلم، ما نتكلم عن حاله ما حصلت، نتكلم الان حاله هذه. شوف الدخول باقصى التهور على اللاعب. انا اقول لك ممكن انا معاه امشي في البدايه المباراه كاصفر، لكن لو قرار سليم انا استغرب يقول احمر اصفر وايد أصفر. بس لا تبتهور بس في الارض ببدأ. تهور بس قرار صحيح ما تعدل الاصفر صح ما اصفر ما في سبيد ولا في ارتفاع. لا 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 ما تعدل اصفر قلت تبتهور اوكي لا ما تعدل اصفر صح لا بالغ في الطيحه ولكن هذه تهور. عطني بدايه اللعبه الراس، عطني بدايه اللعبه. ايوه لحظه الالتحام توقف، بس لحظه الالتحام ايوه. هني تمركز الحكم ابو احمد، تمركز الحكم سليم ومشاهد اللعبة تمام واضحة عنده جدا، الرؤية زاوية الرؤية واضحة واتخذ القرار بأريحية وقرار محتاج مساعدة منه. شنو سوى أدهم يا مصلح؟ أيناك على طول جرى سرعة من الأول انتقده ما يجي أثناء احتفال اللاعبين بالبطل. الآن شوف شنو سوى. شوف تمام أيوه. واضح إنه واضح إنه هو مستعد، عارف أيوه. إنه مباراة كبيرة أيوه. مباراة كبيرة طبعًا. يعني دائما يعني أنا أذكر محضر. إحنا كلاعبين لما عندك بكرة مباراة كبيرة أيوه. قلق، القلق هذه جاي يتحولك إلى إيجابي عدم أصلي. تركيز صح. لا أو يحولك إلى تركيز ذهني ومركز مشرد يعني بالضبط أيوه. خطأ دقيقة 36 ثانية خطأ واستمرارية لعب
من الحكم جاء منها هدف. عندك يا ابو فهد هذه ابو بلال جبتها وجبتها شاشه ارويك تمركز الحكم وقراءه للعب والحكم اللي نتكلم دائما عنه عصري زي بس طلعوا لي ذي عشان ايوه انا بتكلم من البدايه الحين انا بتكلم من بدايه من بدايته طبعا هو الحكم هو هنا موجود في البدايه زين موجود في المكان دي مثلا نروح للدوائر طبعا اللعيبه قدامه موجودين صحيح الشاشة جديدة علي ترى ما تعلمتها عدل لكن ممكن لا لا هذا مو بعذر يا ايه ابو فهد شوف شوف تواجد اللاعبين اسمع شوفوا تواجد اللاعبين شوفوا تواجد اللاعبين والحكم في نصهم زين تمام تواجد يعني طالعهم امشي المباراة امشي اللعبة مشيها تمام مشيها انت مشيها انا لحظة ها مشيها عندك سوي سوي ايوه مشي اللعبة انا مسوي انا مشي اللعبة صح ايوه وين مشي ترجع بلاي يا عمي ترجع أيوة. لا لا إيه. شوف من هنا اللعبه وقفوا يا جماعه وقفوا شوي وقف عندك انت ابو فهد اضرب ستوب وين زين اللي في النص اخذت كلام انا شو احنا خليتها بالبطيء خليتها بالبطيء شوف هنا طبعا شلون يعني تضرب ستوب وين لحظه عطى ما بديت عطى الفرصه لا فيه خطا هنا شوف الجري جالي بالقطري والشامل ماشي مع اللعبه انا خليتها بالبطيء علشان ابين لك تحركات الحكم حلو تحركات الحكم شوف البطيء شوف من مشى من ذاك المكان رؤية صحيحة تمركز صحيح وقف عند العدد شوف هذا هذا أتكلم عن التمركز المثالي وقربه من 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 الأحداث وقربه تمام. هذا الموضوع كله من ناحية الأمور اللي أنت تشوفها إيه؟ إن أنا عطني إياها عطني إياها اللي هو إيه؟ الفاصل إيه؟ الفاصل الحضاري الثقافي التحكيمي شوف جيبها لي جيبها لي بالصوره هذه ابو فهد جبتها تبي ارجعك يا ريوس ارجعك لو تتكلم انا وتبي اشرح لك اياها بالكلام اللي تبي زين خلنا اشرح لك اياها انا جبتها ابو بلال ليش بقول لك جبتها تحرك الحكم العصري اللي تحس ان هذا الحكم فعلا يمتاز فكر وقراءه للعب وتوقع ليش تمام. توقع ليش توقع هو لو شفت الخطا اللي حصل ممكن واحد ثاني يقول ليه ما صفر تمام بعيد تمام لكن هو لأنه قارئ اللعب ومتمكن من تحكيم السوى تمام شاف الخطأ وجرى مع الخطأ ولين استفاد الفريق اللي هو هذا وحس هدف هذا يا بلال دائما الحكام اللي صفق لهم لما يعطوني الفرصة قراءة 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 جيدة طبعا قراءة جيدة قراءة جيدة 100% طيب الإنكم لما أنا أشوف حكم بالصورة هذه يتصرف خاصة يعني أنا أتكلم عنكم أنتم كحكام نعم لان انتم تحسون اكثر طبعا من المشاهد يطالع المباراه اي صحيح بس انتم كحكام لما تشوف الحكم بالصوره هذه ايش الدلاله ابو بدر في يعني في فكرك ايش الدلاله يعني انت شو تقول برافو داخلك صدق والله هاي الحكم مستعد حق المباراه هاي هو طبيعي هذا هو المطلوب الحكم انا لما كنت احكم تحصل لي مثل هذه الحالات يحرز منها هدف فانا اطير من الفرحه بالضبط اتوقع او انا كني انا مسجل الهدف حلو الان انا كعضو لجنه حكام سابق او كمحلل حاليا اقول هذا الحكم هو من يطبق التحكيم نظريا وعمليا الاهم ما فهم بالقراءه النظري يرادف المرادف الاساسي هو العملي الان هذه سمات اللعب او تحت الفرصه هذا هو التحكيم المثالي او التحكيم العصري في الوقت الحاضر بالضبط دقيقة 11 و30 ثانية خطأ وإنذار لاعب أوراوا رقم 3 عندك يا أبو بدر دقيقة 11 و30 جهة المساعد الأول وأيضا الحكم الرابع في دخول في القدم اليمين من لاعب رقم 3 أوراوا في دخول بتهور الإشارة من المساعد الأول بالضبط ومن ثم القرار الإداري والفني من أدهم مخادمة كان صحيح إنذار مستحق تمام دقيقة 12 و 47 سقوط لاعب الهلال داخل منطقة الجزاء عندك يا أبو أحمد نشوف طبعا الدقيقة طبعا 12 و 47 ثانية طبعا حصل سقوط الآن نلاحظ طبعا في الإعادة اللعبة عادية ما في أي شيء لاحظ الآن لا نرجع للعبة الثانية هذه طبعا ما إحنا معنيين بها هذه اللعبة لاحظ اللاعب شوف اللاعب كيف ضرب رجله
لو تلاحظ ممكن تعيد لنا الاستاذ شريف اللقطه، شوف الرجل لما انضرب برجله ورمى نفسه، يعني اللاعب ما عمل اي شيء، بس في الاعاده هو الان ما توضح، توضح في الاعاده ما في شيء، القرار ما في شيء. أيه أيه القرار اي قول لي كذي، انا اقول لك القرار. لاحظ الان هذه ما هي، طبعا هذه لعبه عاديه ثانيه، احنا نتكلم عن الحاله الثانيه اللي هي في منطقه الديار. لاحظ وقف اللعبه لحظه، اشوف شوف اللاعب، شوف اللاعب، شوف اللاعب كيف عمل بقدمه اليسار اليمين، ركل ضربه على الارض عشان يخدع الحكم. طبعا ما في قرار استمراريه اللعب صحيح، ما في شيء، شيء ابدا. مفهد. هذه اللي تحت ما في شيء، بس في فوق سنه في مسك باليد، نبي نشوفها تحت، ما في شيء 100% في اللعبه، لكن بالبدايه مسك اللاعب، شوفه شوفه مسك اللاعب. لكن ليش انا مع الحكم باستمراريه ابو بلال؟ لان المسك بدا من، شوف ركز على المسك، المسك بدا من خريبين ايوه شوف بدايه المسك، بدا الخربين وكمل اللاعب باسكت، يعني بما معناه استمر في اللعب. لا نتكلم عن المسك هذا لا. لان البدايه كانت من لاعب ابو بدر. ابو بدر القرار اللي اتخذ ادهم مخادمه هو القرار الصحيح، استمرت اللعب. عطني اللعبه الرئيسيه تراس، عطني اللعبه الرئيسيه. ايوه شوف اللعب وين محصور. ايوه بين حكم الساحه والاضافه الاول والمساعد الاول. صحيح، شوف الحكم تمركزه، شوف القرب، شوف الزاوية الرؤية اللي ياخذها، قاعد ياخذها، شوف يبحث، شوف زاوية رؤية ما حد حاصرها، زاوية رؤية صحيحة، تمركز صحيح، قراءة صحيحة للعبة، يعني تمام. وصل للمكان الصح. حلو. نعم. عطنيها مرة ثانية زميلنا أحمد جاد، طبعاً تراس الله يذكرك بالخير أحمد جاد، يعطيك الصحة. أيوه شوف بس يا أحمد، شوف التحرك بس وقف. أبو بدر تفضل. تمركز الحكم، تمركز الحكم يشاهد اللقطة تمركز مثالي جدا، مثالي نعم. فهد أفضل زاوية، كل ما قرب غلط، لو يقرب مترين غلط، اضمن على الزاوية، عط الزاوية صح، المسافة الزاوية صح، المسافة تعطيك زاوية صح. تمام. دقيقة 36:45، هدف الهلال، شك خطأ قبل التسجيل، عندك أبو بدر. أنا طلبت شاشة عشان شلون شك خطأ؟ أنا أقول لك ما فهمت بهذه اللقطة، لو نرجع مرة ثانية. إيه أنا أقدمك عندك الموضوع، عندك يا عندي إن شاء الله. شوف يقول لك أحمد جاد الموضوع عندك، بس شوف قلتوا لي اسمه خلاص عيل. أوكي، في هذه اللقطة بالذات شوف الجم كان من لاعب الهلال، من سعى الكرة أولا لاعب الهلال. أوكي تمام. الزاوية الثانية شوف، لو نكمل اللقطة تمام، شوف يد اللاعب بعد ذلك، يد اللاعب الهلال محمد لبريك هو اللي سعى الكرة أولا في الرأس، ومن ثم في اللقطة الثانية اللي نشوف، لاحظ شوف لاحظ اليد، ولكن فهمني أنت إيش تقصد؟ هدف صحيح. أوكي ليش؟ لأن إيش تبي باليد عيل لما تقول لي اليد بعد ما لاعب نجح في لعب الكرة في الرأس، اليد وضعها طبيعي على كتف اللاعب. أنا معاك الحين، أنا وأنت، أنا بقفز ها؟ أي نعم. وين أودي يدي؟ اخشى في مخباي؟ لا. لازم يدي، وضع تشريحي صحيح، ولكن وضع اليد في القفزه، عطني القفزه، عطني يا ابو بدر، ارجع بالزاويه. ابو بدر لاحظ، ابو بدر اي نادي لعبت في الكويت؟ بالجهره. كم سنه؟ والله ما راح السنه فريق اول ما لعب. مدافع ولا وسط ولا مهاجم؟ باك شمال. باك شمال من كذي انت ما تنط وايد. اي والله الباك شمال ما ينط صحيح. انا معك كله يرفع. عطني الزاويه هذه، لو سمحت. شوف ليش اقول لك اللي نجح الكره اول من لعبها هو لاعب الهلال، وين الخطا؟ هناك يقول الكثير، يقول ان اللاعب استند او ما، لا ما في اسناد، ما في اليد طبيعيه بالصوره. احنا وضحنا الصوره هذه ليش؟ تمام، ان اللاعب الهلال هو من سعى ولعب الكره اولا في الراس، ومن ثم الاتكاء طبيعي كوضع تشريح الجسم. بيض الله وجهك. وجهك ابيض، هدف صحيح. يعطيك العافيه. الله يعافيك. لاحظ في هذه اللقطه بالذات، كم بطوله جبت مع نادي الجهر؟ اخذنا تحت 17 ايام، الله يرحمه شهرين كابتن بس. كريم سلمان الله يغفر له، جاوز عنا ابو خالد. امين. تحت 17 اول فريق كره قدم جاب بطوله تحت 17، كان مدربنا بولندي اسمه زولي. الميداليه عندك الحين؟ بين 83 يا ابو بلال. خطا وانذار لاعب الهلال رقم 70 دقيقه 45:30 عندك يا ابو احمد. عندي اعتبارات وعندي شاشه يا ابو. شلون اعتبارات؟ لا الاعتبارات طبعا نجيبها بالشاشه اول. عندك الاعتبارات على الشاشه، تتكلم عليه على الشاشه. ما بحتاج الاعتبارات، بتكلم عنها. حلو، اليوم ما شاء الله انتم الشاشه يلا نروح استغليتوها صح. طبعا هذه اللعبه اللي هي هذه الان، نمشي بلاي. تمام، الان نشوف، نلاحظ اللعب، لاحظ اللعب، طبعا القرار اللي اتخذه الحكم الان. هني ارتكب نرجع شوي
يعني ارجع شويه لحظه الاحتكاك يا احمد جاد. ارجع بس اخوي احمد. نعم لحظه الاحتكاك. ايوه ايوه لحظه بس نرجع. اوكي برجع. انت عندك يا ابو احمد التحكم. أوكي. يا ابو احمد الان هذا التحكم الان زعلت علي احمد جاد الحين. هذا الان الحكم طبعا هذا الحكم هذا الحكم الان عندي انا موجود الحكم يعني نقول مسافه لا باس بها يعني نشوف اللاعبين طبعا اللاعب هذا اللي هو اللاعب اللي هو المدافع نعم نشوف اللاعب الثانيين اللي هم المدافع والمهاجم هنا طبعا الان المسافه اللي طبعا ارتكب فيها الخطا اللاعب الثاني او المدافع الثاني ما يمكن ان يصل للاعب اللي هو المهاجم الاعتبارات اول شيء المسافه المسافه هل موجوده نعم قريبه الاتجاه انا ما ابي اسمع منك الاعتبارات انا ابي اسمعها واشوفها انا اشوفها طبعا احنا تو احنا نشوف وين الاعتبارات موجوده على اللوحه بتكون لكن انا بعطيك الاعتبارات انا حافظها قول تمام حافظها. قول اقول لك انه موجود اللي هو المسافه موجوده حلو. اللي هو هذه المسافه طبعا هو رايح للمرمى تمام صحيح ولا لا تمام الان طبعا العدد اللي هو المدافع هذا طبعا بعيد عنه يعني مسافته بعيد عنه لو جينا الان والمسافه تقريبا كم بيوصل له هو تمام عنه. تمام الحكم ايضا متابع اللعب طبعا المساعد ايضا شايف اللعب ايضا الاضافي الثاني موجود في الاخير الاخير طبعا الاحتفاظ بالكره موجود في الاخير السيطره على الكره موجوده في الاخير الاتجاه العام موجود في الاخير يجب ان يكون هناك بطاقه حمراء وليس صفراء للاعب الحكم هنا اعطى بطاقه صفراء والقرار خاطئ ويجب ان يعطي قرار بطاقه حمراء لان جميع الاعتبارات موجوده في هذه الحالة دقيقة كم هاي؟ هذه في الدقيقة 45 في الوقت الإضافي اللي بدل الضايع الشوط الأول الشوط الأول نعم نهايته في الوقت بدل الضايع هذه طبعا كل ما في اللعبة طبعا أبو فهد هذا يا أبو بلال قالها أبو أحمد أربع شروط موجودة اتجاه العام موجود آخر لاعب موجود فرصة الجهاز موجود اتجاه للمرمى موجود مو شرط تجي للمرمى اللي بوجه المرمى هذا اتجاه كامل لو ما سقط سؤال لو ما سقط هل اللاعب لابس اللون الاصفر هل عنده استطاع ياخذ الكوره نعم لو ما عرقله لاعب الهلال كان رايح بالكوره ومسيطر عليه ومتجه للمرمى وحتى اللاعب ارجع شوي يا استاذ احمد حتى ارجع اللاعب شوي الهلال اللي على اليمين رجع متى رجع ركز عليه شوف شو راح طاح اللاعب ايوه بس هذه المسافه ابو بلال هل معقوله انا بسالك تفضل هل ممكن المدافع الثاني لو اللاعب الياباني هذا هني ما طاح هل المدافع بيكون قريب منه في حاله واحده لو كان اللاعب يمشي مشي مستحيل ابو بلال بالضبط مستحيل ابو بلال ابو بدر 8-9 ياردات ابو بدر هذه حاله مركبه لو الحكم صفر في اول حاله كرت احمر اللي خدع الحكم وصول المدافع الثاني اللي خدع ادهم وصول المدافع الثاني هو لا 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 ابو بدر دقيقه لا لا انا بوضح اسمح لي اسمح لي لا 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 انت قاعد توحي زين دافع الحكم لا 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 تقولوني لا تقولوني كلام خلني اكمل لك تفضل لا تعطيني مخيلات الحكم وانت لحد الان الحاله كانت احمر دافع الاول الثاني كان احمر ما فيها روح غاضب ولكن اللي خدع الحكم اللي اقول لك اللي خدع الحكم خلى الحكم اتخذ انصاف الحلو شنو وصول المدافع الثاني ما فيها انصاف حلول ما فيها انصاف حلول تدري ليش خاصه استاذ احمد لا 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 عطني 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 من فوق عطني من فوق شوف الدلاله المهم زين انا كحكم من اقرب هني خط مرك ركلة الجزاء المهاجم المهاجم وين ببلال. تدري كم متر بالضبط 7 أو 8 أمتار بعيد عننا المدافع ببلال. ما يجيبه علشان حتى ما يجيبه خليني أقول لك إذن حتى لا يسأل الفهم إذن كرت أحمر تمام كرت أحمر ما في روح الغاب كرت أحمر هاي فيها جميع الشروط متطابقة في هذه الحالة واضحة عموما أتوقف يا أستاذ شريف أروح للتويتر نشوف الاعتبارات عطني الاعتبارات اللي اعتمدها ابو احمد ابو احمد انت اعتمدت الاعتبارات هاي على عن طريق هذه الاعتبارات ما هي المسافه المسافه موجوده تمام هل هناك سيطره او امكانيه الاحتفاظ بالكره موجوده تمام ما هو اتجاه اللعب على المرمى مباشره نعم. كم عدد اللاعبين موجود واحد اللي هو اخر ثاني مدافع بالضبط واين كان اللاعبين الاخرين خلف كل الاعتبارات الاعتبارات منطبقه عليه برافو ابو احمد كل الاعتبارات الخمسه هاي موجوده انا شو اللي قلته بالضبط انا 5 ثواني بس اللي اوهم الحكم
اللي خدع الحكم وصول المدافع الثاني، ولا الاصفر خطا كرت احمر مباشر. صح كلام ابو فهد. اسمح لي يا ابو بدر، اسمح لي ابو لال، اسمح لي ابو بدر، كلامك انت تتكلم من حيث اللي انت شاهدته، لكن الحكم عليه ان يحتسب القرار من اول من اول. لا ما لازم ابو احمد الاول القرار مكانه صدور القرار. ابو بلال احنا كمحللين ما لنا شغل بالحكم، ما لنا شغل بالحكم. استوهم ما استوهم، هذا تاليفات جديده من ناصر العزيزي. لا لا انا كمحلل انا اطبق قانون. لا 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 اطبق قانون كره قدم. دقيقه يا بدر، ما عليه كلم بدر. لا لا ما عليه، خلاص اسمع بعدين تتكلم بدر. احنا جايين نحلل. ما عليه. لكن أقول الحكم افتكر، الحكم توقع، الحكم درس، ما لنا شغل. أقولها ما أقولها، أقولها مجرد تخيلات. ما حكم هو، مو حكم هو، مثلك أنت حكم. سألتني كمقدم برنامج، قلت ليش يا قحطاني الحكم ما أعطى أحمر؟ عندك برد عليك. عندك يا أبو بدر ما يخالف. أبو فهد قال كلمة جدا جميلة، إحنا جايين نحلل. بالضبط. إذا جاي نحلل لا تقول ألف، لأن التأليف لا ما له داعي كلام هذا أبو فهد. لا طبعًا أرجوك، يعني كل أمل كل رجاء. بس كلمة الجديدة الأخيرة هي يعني مع احترامي لك تقول أوهم له. لا هي النقطة الأساسية، سألته هو ما قرر مبدأ تحت الفرصة بشكل حلو. أبو فهد أرجوك قادم. أنا بعمل مداخلة معاكم، ممكن؟ تفضل. أروح حق حليم البصراوي، عندنا مشاهدين يتابعونا. بس لا تطف الكلمة اللي قالها يا التأليف. عمي يا عمي لا. انت تألف انا ألف زين. لا لا مو قصة، خلني اقول. انا اقول اعتذر له ابو فهد حبيبي، اعتذر له دائما. اعتذر له بدر زين، اعتذر له وافكر. اعتذر له انا اسف بدر، وانا ألف، انا اغلب شيء ألف بينقص من شيء. لا شي لا شي. ما يا اعتذر له بطريقه صح. اقوم ابو سراسه بي. لا لا ما حشوم انا يعني بدر. احنا بشر، لما اقول ألف انا اقول ألف. مالي احنا اخوان. حليم البصراوي يمسي عليكم، يقول ربي يسعد مساكم يا كباتن، هدف الياباني الأول أبي رأيكم فيه. كلنا هدف أبو بدر. صحيح 100% أخوي حليم. أنت اللي شرحت تحياتي للكباتن الكرام والغالي إمبراطور التحكيم، أحبكم يا أجمل قناة. يا أخي والله العظيم المحبة والمودة متميزة في إخواننا العراقيين والشعب العربي قسما بالله. لكن أنا أنت يا أخوي حليم، أنت تاج على رأسنا صراحة، من خلال التواصل، من خلال الكتابة، من خلال المعلومات اللي تعطينا إياها، من خلال أيضا طرح الأسئلة التحكيمية. بس يعني أنا فيه بعض المحللين يغارون، لأنك تحب وايد أبو فهد الملك والإمبراطور، وما يعني تعرف يستاهل أبو فهد. لا يستاهل، أنا ما أقول شيء، أنا ما أقول شيء. بالعكس. بالعكس. أنا على فكرة يحبوني كل الجواهير. إحنا نحبك. كلهم في تويتر. كلنا نحبك. ما حد ما يحبك. يعني بتغير. حميد الشمري. بتغير من حميد الشمري يقول السلام عليكم يا جماعة، أعشق الإمبراطور. تفضل شفت الله يجزيك خير. أبو مصطفى يقول شكرا على ملاحظكم المتميزة، سلامي إلى إمبراطور آسيا. الله يوفقك. حليم البصراوي يقول شنو أخبار الموقع يا كوتش، جمهوركم يبي يشارك بالموقع. والله وأنا أقول لك ما أدري إيش صاير بالموقع بكل أمانة. حميد الشمري يقول في مشكلة بالموقع كابتن بدر، ندري والله. لكن نطلع فاصل، تبون فاصل؟ تفضل. ما نروح فاصل. اهلا وسهلا بكم. نروح على الحالات بشكل سريع. سقوط لاعب الهلال داخل 18 دقيقه 68 بفاد. شوف هنا طبعا سقوط اللاعب، واللاعب حاول يوهم الحكم اني انا في ركله جزاء. اعتراضه بالطريقه هذه لو تشوف اللاعب فيها شيء، الاستمراريه اللعب والقرار صح 100%. تمام. وانا مع الحكم. خطا وركل من لاعب الهلال بعد الخطا دقيقه 73 50. ابو بدر 73 50 كان هناك خطا صحيح صالح أوراوا، ولكن ما قام به لاعب أوراوا سلوك غير رياضي، وايضا رد عليه سلمان الفرج سلوك غير رياضي، كان يجب على حكم المباراه على اقل تقدير شهر كرت الاصفر للاعب أوراوا. شوف لحظه قدم اليمين، شوف وين ضرب اللاعب. اي ومن ثم سلمان الفرج. ايوه هني لاحظ بالضبط، كان يجب على الحكم سلوك غير رياضي بعد الصفر. انا لما اشوف هذا وهذا وما اعطي له هذا وهذا، بس انذرهم شفهي ما حصل. يكفي؟ لا ما يكفي. اوكي هذا 15 اعطي احمر،
رفس متعمد في بطن اللاعب، هاي ستروك ماشين، وردة الفعل انذار، لان ردة الفعل تهور. شوف دخوله يا بدر، ركزوا على الجماعه، شوف دقيقه 80 اشتباك بعد اللعب دقيقه 80 خلاص خلصنا يا جماعه، يا عمي يا جماعه خلصنا من اللقطه خلاص خلاص يا ابو فهد. لا لا عشان ابو فهد ابو بدر تكلم، انت عملت مداخله واحمد عمل مداخله خلاص، اشتباك بين اللاعبين والتصرف الحكم ابو احمد. نشوف الدقيقه 58 ثانيه، طبعا الخطا طبعا واضح، وقرار الحكم الاضافي الثاني كان سليم باحتساب خطا على رقم 44، يقول له خطا، طالع الطريقه اللي تعامل معها، شوف اللاعب كيف اللاعب ال 44 هذا سلوك غير رياضي، يعني مختار 44 ايه. طبعا ما يحتاج، شوف اللقطه في الاعاده يا ابو بلال، شوف الاعاده، شوف الاعاده، شوف الخطا، شوف الدفع، يعني والحكم كان قريب وساعد الحكم تمام. تدخل على لاعب وراوة الدقيقة 92 مبدر مبدر مفهد، يا لو سمحت مفهد يا ابو احمد، ابو احمد تدخل على لاعب وراوة مبدر دقيقة 92، كان هناك تدخل في اليد من ياسر الشهران الشمال على لاعب أوراوا، تدخل ايش في اليد الشمال، المرفق ولا اليد؟ اليد، ما في فرق ما بين المرفق في اليد، اوكي بين الكوع في اليد، تدخل لاحظ على وجه اللاعب. المصيبه والله لو وجه اللاعب على صدر وجه الجمعة، قرار يا صدر وجه يا بدر يا ابو فهد، الله يرحم والديك يا اخي ابو فهد، خليه يكمل ما يصير عام، والله ما لمس وجهه يا ابو بدر، يا ابو فهد ابو بدر كمل يا اله الا الله ابو فهد، يا اخي لا تدخل، عطني الاخي. كان يجب احتساب خطا لمصلحه اوراوا، الحكم لم يحتسب شيء، ولكن مصيبه الرابع بين حاله 5 سم بس خطا بالضبط بالضبط، تقول وجه الوجه انذار ابو فهد، تعلموا القانون ابو فهد، صل على النبي عاد ابو فهد، لو سمحت ما صاد وجه، اقول لك لو سمحت ما صاد وجه، اقول لك لو سمحت لا اله الا الله، هذه خل المباراه، اعطوني الاحصاءات، اشوف الاحصاءات للمباراه 30 ممتاز، يعني في مباراه مباراة طبعا صعبة جدا، مباراة صعبة جدا جدا ابو فهد، عطني في طرد على الهلال، عطني عطني يا اخي عطني، لا تقول لي كذا، عطني لو سمحت الارقام، الحكم 8 لان ما اثر في طرد وفي طرد، يا ابن الحلال عطني الارقام يا الله يهداك، 8:30 والساعة الثانية 8:30 8:30 يا ابو بدر، مباراة صعبة جدا، حكم عطني الارقام يا كابتن، 6 المساعد الاول 8.8 تمام، المساعد الثاني 8.7 ابو احمد، المباراه صعبه جدا 8.1 8.6 8.6 في 8.6 8.6 لا اله الا الله محمد رسول الله يا ابو فهد، والله مجابه يا ابو فهد، والله مجابه ابو فهد، لو سمحت ابو فهد، والله مجابه ابو فهد، 8.6 يا اخي ممكن اقول لك ابو فهد لاعب ينطد 45 يا روح جايين الله يهداك ابو فهد، انا ابو فهد لو سمحت، كيفكم اعطت ماشي يا اخي، انت تسمعوا الكلام ولا لا؟ الناس يضحكوا علينا بدر، عبد الله عبد الله، لا لا لو سمحت 86 ما عطش دعوه، لو سمحت توكل كيفك، لا اله الا الله، مباراة العراق وقطر تصفيات الشباب، ما تكلمنا عن الاتحاد الاسيوي، لجنه الحكام الاتحاد الاسيوي وهذا واجبنا، لكن لما يكون في هناك شيء مناقض لازم نبينه، عطني ركلة الجزاء اللي انطرد فيها حارس منتخب قطر، هذه ركلات ترجيحية، هني منتخب قطر فجأة الحكم يعلن عزيز غاسيموف من أوزبكستان عمره 36 سنة 29 مباراة دولية، ارجع لحظة التمرير يا أحمد جاد، لحظة ركل الكرة، لحظة الركل بس، وبدر فضيحة كبرى، ابو فهد قرار غير مستحق، لا تعاد اللعبة عادي، استمرار اللعبة هو صح ابو أحمد، لعبة عادية استمرار اللعبة هو عادي، ما في خطأ من حارس المرمى، لا الهدف صحيح، يعني أول شيء هني حركة طبيعية، يعني طلع الكرة شوي بس شوي يا أحمد، طلع الكرة شوي بس، ولحد الان الرجل اليسار على الخط، ها على الخط، تعطيني غير معقول، لا ما عليك يا شباب، بس شوف الحكم وين يطالع كابتن، شوف الركل، شوف وين يطالع، انا ادري يطالع حارس المرمى، ادري ويطالع الحارس، ما انتبه ان اللاعب ركل، ادري يا كابتن، انا ما ابي تعليقات، انا ابي بس رايكم، تعطوني رايك، بس رايي هذا، هذه صراحه رساله نوجهها الى
لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي كان ممكن منتخب قطر يطلع من البطولة، بغض النظر أن منتخب قطر احنا نتكلم عن حقيقة. عطني اللعبة يا كابتن، عطني اللعبة الله يحفظك، العبها العبها. هني الحارس صد هذه، راح الحكم أعادها، الحارس عنده انذار خلال المباراة. القانون الجديد يقول في ركلة الجزاء الترجيحية أو ركلة الجزاء لما يتحرك الحارس لابد أنه ياخذ انذار، هو عليه انذار في المباراة، أعطاه انذار أصفر ثاني ثم كرت أحمر. يعني منتخب قطر خسر الحارس، جاء لاعب الله سبحانه وتعالى أنقذ الحكم صراحة. والله صدقت يا والله، الله أنقذ الحكم، لأن اللاعب اللي جلس في موقع الحارس صد الكرة زين وتأهلت ونجح الحكم. لكن نوصي بالنسبة لي لما تكون هناك في مباريات أو تصفيات مو أي حكم ينحط، في حكام متميزين صراحة. يعني أنا الحكام اللي كانوا متواجدين عزيز غازيموف من أوزبكستان، أحمد العلي من الأردن، ومحمد نظمي من ماليزيا، خمس مباريات دولية وثلاث وواحد عمره 30 سنة، واحد 36 سنة اللي هو عزيز قازيموف اللي كان بيسوي كارثة للمنتخب القطري. بس الله مثل ما قلت بكل أمانة، الله يحب الحكم هذا اللي أنقذه. بس خلصنا احنا، ما عليش. شكرا أبو بدر، شكرا أبو فهد. متى عندنا احنا الدوري القطري؟ بكرة ها؟ اي بكره ان شاء الله برنامج حكم دوري كيو ام بي باذن الله تعالى. شكرا ابو احمد لكم، اجمل تحيه من شريف خيري، لسعد زموري، فراس ماجد، شباب احمد شحاته، والاخت الزميله عائشه، وكل الشباب من الخس احمد جاد. مع السلامة.